الرقة الأبية على طريق الحرية، شعار لجمعة جديدة من عمر الثورة السورية، في إشارة إلى الرقة التي تسطر انتصارات في ضفاف الفرات مدينة وريفا، وتحتضن نازحي جميع المدن السورية، وتمضي جنبا إلى جنب مع أخواتها من المدن في طريق الحرية حتى التحرير. في جمعتهم خرج أحرار الرقة اليوم للشوارع والساحات مطالبين بالحرية، ولأنها أبت إلا أن تخضب ثراها بدماء أبنائها قدمت الرقة 4 شهداء جراء مهاجمة قوات النظام وشبيحته لمظاهراتها السلمية. الطبقة في ريف الرقة شهدت مظاهرة هتف فيها المتظاهرون لتحرير المطار، والحال ذاته في تل أبيض بمشاركة من الأب باولو. الله أكبر. المشهد في درعا لم يختلف عما شهدته الرقة، بل كان أكثر دموية. قوات النظام، ومن أجل أن تمنع الأهالي من التظاهر في الحراك، استهدفت المصلين أثناء خروجهم من المسجد لتوقع أكثر من 8 شهداء. في مظاهرة خربة غزالة صدحت الأصوات هاتفة للرقة، وفي لافتات معربة انتقادات واضحة للمجتمع الدولي وهتافات للمدن السورية الثائرة وأهازيج ثورية من إبطاع تغنت بالشهيد والحرية. في دمشق، ورغم القصف والحصار الذي يتعرض له حي العسالي، خرج أهالي الحي بمظاهرة عقب صلاة الجمعة نصرة للمدن المنكوبة ودعما للجيش الحر. وليس ببعيد عن العسالي خرجت مظاهرة من جامع فلسطين في مخيم اليرموك. احنا عم نهرب له مازوت وعم نفكر الساحلين ولا حرام، لكن احنا كل وراء سوري لتحريم المازوت عم نقتل فيها واحد سوري. ومن دمشق إلى ريفها شهدت قارة مظاهرة طالب فيها المتظاهرون بوقف تهريب مادة المازوت. في عربين مظاهرة علتها هتافات لحموريا ومطالب من خلال اللافتات لثوار الغوطة الشرقية بالارتقاء لمستوى الدماء. ومن لا يشارك في تحرير الوطن لا يستحق العيش فيه، وفق أهالي دوما. في حلب، وككل جمعة، أهالي السكري يطالبون الجيش الحر بالتخلص من اللصوص والفاسدين، والمظاهرات تعم مساكن هنانو والزبدية والمشهد وبستان القصر. في منبج بريف حلب مطالب للجيش الحر بالزحف إلى القطع العسكرية التابعة للنظام. وفي الباب أشار المتظاهرون إلى أن البندقية التي لا ثقافة خلفها ضررها أكثر من نفعها، كما شهدت بزاعة مظاهرة حاشدة هتفت للرقة وللجيش الحر. في حمص، ومن داخل الأحياء المحاصرة وتحديدا من الخالدية، إصرار على الثورة والصمود. أهالي حي الوعر الجديد تظاهروا في ساحة الجامع العمري مؤكدين استمرارهم في الثورة حتى النصر، والمظاهرات تعم الدار الكبيرة وتلبيسة في ريف حمص. في باب قبلي بريف حماة وجه المتظاهرون نداء إلى الأطباء السوريين في الخارج. وفي الحميدية رسالة للعرب من المتظاهرين. ومظاهرات في طريق حلب والجراجمة والثكنة، والمظاهرات جابت شوارع خطاب وكفر زيتا بريف حماة. على طريق الحرية، المركز الإعلامي بمدينة الميادين. في مدينة الميادين بدير الزور خرجت مظاهرة من مسجد الروضة في جمعة الرقة الأبية، هتفت للجيش الحر ونادت شعب الرقة بالانطلاق نحو الحرية. كما شهدت البوكمال والشعيطات والجرذي مظاهرات مماثلة، والحال نفسه في عمودة بريف الحسكة التي لا يغيب أهلها عن المظاهرات. في البارة بريف إدلب طالب المتظاهرون بعدم تدخل المسلحين في شؤون المدنيين، مطالبينهم بالتوجه إلى وادي الضيف. والمسألة بالنسبة لأهالي حاس لم تعد مسألة حرية وكرامة، وإنما أمست مسألة ثأر من النظام ورموزه. في كفرنبل الأهالي جددوا رفضهم الطائفية، مؤكدين أن الجميع مرحب بهم في ساحات الحرية، وإصرار على الثورة في مظاهرات معرة حرمة وبنش وسلقين وأريحة ومعرة مصريين والهبيط في جمعة الرقة الأبية على طريق الحرية.